طبعا هذا الانهيار أي انهيار السد على هور الحوازة الذي يفصل بين البصرة وميسان تسبب بغمر الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل الزراعية. أحد الفلاحين هنا يتحدث بحرقة بعد غرق محصوله بسبب انهيار السد، بالإضافة إلى قيام الحكومة بفتح سد الروطة في القرنة بمحافظة البصرة. فلنتابع. بصير هي الزرع هيك يروح بصير ضالية حمراء. تعالوا شوفوها مسؤولين وين راحوا، الدولة وين راحت، تلحقنا ترى احنا بعد ما نعيش، بعد ما حد لنا طلب للجبن، كل واحد بالمئتين مليون في الجبن. ها والله قل لي طيب وين تلقاه هذا الزرع؟ وين احد يلقاه؟ شلون فقط المسؤولين